وللحديث أكثر عن التصويت في انتخابات مجالس المحافظات والذي شهد العديد من الإخفاقات ومقاطعة شعبية كبيرة، ينضم إلينا عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف. حياكم الله دكتور حامد. الله بحييكم عزيزي، شكرا جزيلا. أهلا بك ومساء الخير. دكتور حامد، كيف يعني تابعت هذه العملية الانتخابية ونسبة الإقبال عليها بداية؟ في البداية شكرا جزيلا على الاستضافة الكريمة، تحياتي لكم ولجمهور المتابعين الأعزاء. الحقيقة لم نشهد ما يقال أو ما روج له من أنه عرس وطني أو كرنفال وطني، هذا كذب فاضح. ما شاهدناه الحقيقة مأتم لعملية سياسية بائسة كشفت عن حالها بالمقاطعة الكبيرة، ليس عزوفا عن المشاركة بالانتخابات وإنما رفضا لهذا النظام المحاصصاتي البائس والطغمة السياسية الفاسدة المتشبثة بالسلطة. يعني هو استفتاء شعبي حقيقة لم يراد به بهذا الشكل، رغم أنه يعني قالها رئيس الوزراء الأسبق من أنه لم نتوقع هذا الكرنفال أو هذا العرس أو هذا، لكنه الحقيقة اللي الشعب أصر عليه هو المقاطعة ورفض هذا النظام السياسي، وليس عزوفا مثل ما قلت وإنما استفتاء، لأنه هذا النظام لم يعد له حياة أو أمل للبقاء، رغم أنه سيرت الأمور بأموال الشعب. يعني صرف على هذا المأتم 114 مليون دولار، والشعب بأمس الحاجة إلى من يداوي ومن يقدم الغذاء ومن يقدم المواد الاستهلاكية بثمن رخيص، وأيضا بدعم الدينار العراقي مقابل ارتفاع مفرط للدولار. نعم، يعني بدا لافتا حقيقة اعتراف مفوضية الانتخابات بتدني نسبة المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات بشكل غير مسبوق، حيث يعني لم تتجاوز هذه النسبة 10%. كيف تقرأ تصريح أو اعتراف مفوضية الانتخابات بهذه النسبة؟ لا يستطيعون إخفاء الحقائق، يعني رغم أنه هم يظهرون من جهة أنه الانتخابات سارت بسياقات ناجحة وبدون خروقات وبدون انتهاكات للقواعد العمل وبطريقة أمنية، وهذا طبعا أيضا كذب، لأنه شفنا حوادث كثيرة الحقيقة وشفنا خروقات وتعطل للأجهزة. النسبة لابد أن تظهر على حقيقتها، يعني حاولوا في الانتخابات السابقة المبكرة 2021 و2018 إخفاء حقيقة نتائج التصويت أو نسب التصويت، لكن ظهرت فيما بعد، يعني إذا كان من قبل المنظمات الدولية والعربية أو من قبل حتى منظمات المجتمع المدني التي تراقب عن كثب، أو حتى من قبل الأحزاب نفسها أن تشير هنا وهناك إلى أنه نسبة الإقبال والمشاهدين والمتابعين والمحللين والصحافة والإعلام أيضا يتابع، والرقابة الشعبية أيضا تظهر بشكل جلي أنه مدى الإقبال على مراكز الاقتراع، حجم هذا الإقبال، وطبعا انشغال أيضا الموظفين في هذه المراكز إذا كان هناك فعلا إقبال أم لم يكن، وهذا طبعا اتضح اليوم بشكل جلي من أنه المشاركة كانت ضعيفة جدا في بعض الأحيان، يعني فعلا أقل من 15%، يعني حتى بعض المحافظات 12% أو 5%. نعم أيضا، نعم أيضا. اسمح لي أن أرحب بضيفي الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، الذي ينضم إلينا عبر سكايب أيضا من السويد. أهلا بك أستاذ فرات. حياكم الله أستاذ فرات. بداية، ما دلالة هذه النسبة المتدنية من المشاركة في الانتخابات برأيك؟ طبعا هذه النسبة أساسا ليست مفاجئة، لأن احتساب مفوضية الانتخابات لنسب سابقة ومقارنتها تختلف عن نسبة المشاركة في مجالس المحافظات، يعني الانتخابات البرلمانية يشارك فيها إقليم كردستان، ومن المعروف بأن الإقبال في إقليم كردستان أعلى من باقي المحافظات الغير تابعة للإقليم،
وبذلك كانت ترتفع النسبة الإجمالية للمشاركة من خلال ارتفاع نسبة محافظات أقليم كردستان. أما الآن فهي 15 محافظة فقط. المقاطعة التي دعا إليها التيار الصدري إضافة إلى عدم رغبة الناس بالاستمرار بهذه الأكذوبة المسماة انتخابات وديمقراطية وما شابه، لأن الناس يعني فهمت عدم وجود برنامج انتخابي واضح. كل المرشحين كانت برامجهم الانتخابية عبارة عن يعني ممكن نسميها، مع احترامي لقناتكم ولكل من يسمع هذا القول، بالمهزلة السياسية. لا يوجد برنامج انتخابي يعتمد على زيارة إلى مراقب دينية أو أعمال يعني ممكن أن يقوم بها أي شخص. البرامج الانتخابية يجب أن تتضمن خطط مستقبلية معالجة للمشاكل التي يحتاج البلد معالجتها وإيجاد حلول، حتى لو كانت حلول طويلة الأمد، ولكن رحلة الألف ميل تبدأ بخطوة. نعم نعم، ولكن أستاذ فرات يعني ما الفائدة من مثل هذه البرامج الانتخابية إذا ما طرحت ولم تنفذ فيما بعد؟ تعلم تماما أنها لا تعدو كونها وعود انتخابية. هو هذا السبب العزوف، يعني الناس قاطعت الانتخابات ليقينها بأنه لن يتغير شيء من هذه الانتخابات ولن يكون هناك أي خطوة إيجابية. لذلك ما الجدوى من منح شرعية لأشخاص كل ما يقومون به هو زيادة عدد الفاسدين في هذه الطبقة السياسية؟ يعني المواطن لو كان يعرف أن هناك خير يرتجى من أحد المرشحين لهرع إلى صندوق الاقتراع لانتخابه، عسى أن يكون هو المنقذ أو على الأقل المصلح النسبي لما يعاني به منه العراق من هذا الخراب. لذلك عزوف الناس نتيجة عدم يقينهم وعدم قناعتهم بوجود أي تصرف من هؤلاء المرشحين ممكن أن يحقق لهم ما يرغبون بتحقيقه مستقبلا خلال العمل السياسي. نعم دكتور حامد، يعني بماذا تفسر عدم المضي بإنشاء مشروعات وغيرها من تنفيذ الوعود الانتخابية التي تطرح في عملية الانتخابات؟ يعني الأموال، ثبت أن الأموال موجودة، صرف كما تعلم على الدعاية الانتخابية مليارات الدنانير والولائم وغيرها من الأمور، إذن الموضوع ليس نقص مادي وليس نقص أموال، الأموال موجودة، لماذا لا يتم تنفيذ هذه المشروعات أيضا؟ يعني التخصيصات للمحافظات بالتأكيد تستخدم لأغراض التي يأتي من أجلها هؤلاء، يعني هي قضية مرتبطة بمجالس اقتصادية تمتلكها هذه الأحزاب وميليشيات وطبعا مناصب، وبالتأكيد شراء ذمم، وأيضا للإبقاء. يعني هم أبقوا على هذه يعني مثل ما يقال هذه الوجوه الكالحة لأنه تمتلك المال السياسي. لولا هذا المال لما بقوا خلال هاي 20 عام تقريبا منذ الانتخابات الأولى في 2015 لغاية الآن. فإذا الأموال يعني تستخدم لأغراض ليس للبناء، ليس للإعمار، ليس أيضا لإنعاش الوضع الاقتصادي والخدمي والاجتماعي. يعني مثل ما نعرف يعني حق المعرفة أنه في معظم المحافظات يجب أن تكون هناك مشاريع فعلا تنمية، مشاريع سكنية، مدارس، مستشفيات، طرق وجسور وغيرها. هذه الحقيقة تقريبا الآن تم السيطرة عليها بشكل مقنن بحيث لا يؤثر على موازنة خاصة بهذه الأحزاب والميليشيات وحيتان الفساد، إلى درجة أنه يعني أجيب لك مثال بسيط. الحقيقة أنا كنت أشهد في الجامعة أنه مترو بغداد كان هو من اختصاص أصلاً محافظة بغداد. لذلك إحنا يعني طرحنا منذ 2010 أنه يا جماعة أكو مخطط يعني صرف عليه أموال في مترو بغداد، احيوا هذا المشروع. لم يسمعوا، لم تكن هناك اذان صاغي، لانه كلفه المشروع تؤثر على موازنتهم وسرقه المال العام اللي موجود اللي هو يخصص بالاساس لاحياء او تطوير البنى التحتيه اذا كان في بغداد العاصمه واذا كان في المحافظات الوسط والجنوب بالتحديد. يعني الاعمار في الوسط والجنوب التي تسيطر عليها احزاب
الإطار التنسيقي الأحزاب الشيعية في بيئتها هي تسرق. ولذلك أنا أقول، وهذا أيضا نقطة مهمة جوهرية الحقيقة، إشارة يجب أن نتطرق لها، المشاركة الآن ستظهر غدا، أقل مشاركات هي في محافظات الشيعية، في محافظات الوسط والجنوب، يعني في المحافظات الغربية والموصل وديالى شفناها أعلى، وهذا هو تظهر الآن أو غدا تظهر هذه النسب، نسب المشاركة، لأنه الشيعة أنفسهم لم يثقون بسلطة الشيعة اللي موجودين الآن في الإطار التنسيقي، اللي يسرقون أموالهم ولقمة عيشهم بشكل مفضوح أكثر من غيرهم الآن. نعم. نعم. طيب أستاذ فرات، يعني بصفتك باحث في الشؤون السياسية والأمنية أيضا، أسألك عن تفسيرك عن باستهداف مراكز انتخابية في محافظة النجف بالقذائف والقنابل الصوتية، يعني برأيك وتحليلك ما هو الهدف من هذه الاستهدافات، ومن هي الجهة التي تقف وراءها برأيك؟ المشهد الأمني والسياسي في العراق متشابك، هناك صراعات دائما، الصراعات السياسية تتسبب بأزمات أمنية، وهناك من يستغل الخلل الأمني لترويج شعارات يوهم جمهوره بأنه هو الضحية، وقد يكون بالأساس هو من خطط ونفذ كل هذه الخروقات الأمنية. الصراع بين التيار والإطار التنسيقي كان واضح جدا قبل بدء العملية الانتخابية وخلال مرحلة الترويج أو الدعاية الانتخابية. خلال مراحل التصويت هناك مقاطعة، إذا ربما يكون من مصلحة الإطار التنسيقي أن يظهر للناس بأن العزوف سببه الخوف، وهذا الخوف يجب أن ينجم عن عمل، لذلك القيام بهكذا أعمال قد يكون مبرر للإطار التنسيقي حتى يعني يثبت للناس بأن كانت هناك رغبة وأن لديه نعم، جمهور، ولكن ولكن الخوف بذات الوقت، العمل الذي نعم قام به طرف الجنود. عفوا، ولكن أستاذ نعم فرات، يعني بذات الوقت هو الإطار التنسيقي يضرب قدرة الحكومة على ضبط الأمن وتطمين الناس بالذهاب إلى الانتخابات. الإطار التنسيقي دوما كان يضرب الوضع الأمني بعرض الحائط حينما يتعارض مع مصالحه، وقد رأى العراقيين بشكل جلي العمليات التي كانت تقوم بها فصائل موالية للإطار التنسيقي قبل أن يستلم الإطار التنسيقي السلطة، وكيف تغير نهج هذا الإطار ثم عاد مرة ثانية إلى الظهور مع ازدياد الضغوط الخارجية عليه ومع اقتراب موضوع الانتخابات، و يعني كان يعتقد بأن التيار الصدري سيعود إلى العملية السياسية. الآن هو مطمئن، هو المتفرج يعني في كل مراحل الانتخابات الديمقراطية الهزيلة التي كانت تحصل في العراق، كان الإطار التنسيقي هو الخاسر بكل المراحل بكل المجالات، سواء مجالس المحافظات أو الانتخابات البرلمانية، ولكن من خلال تحالفات واتفاقات ذات منافع مشبوهة يعود مرة ثانية الإطار التنسيقي ومن يمثلونه إلى واجهة الطبقة السياسية أو لنقل سدة الحكم في العراق. فهذا يعني ليس بجديد على الإطار التنسيقي ولا على من يقودون هذا الإطار التنسيقي ويمثلونه. نعم. طيب دكتور حامد، هناك من يسأل، يعني ما هي الفائدة من هذه المقاطعة؟ ما الذي حصلته الجهات المقاطعة، ومنهم بطبيعة الحال التيار الصدري والإطار التنسيقي، يعني يسعى لفرض لربما أمر واقع، اعتماد هذه النسبة من المشاركة والاستحواذ على مجالس المحافظات، برأيك كيف أثرت نسبة التصويت المتدنية في مجرى العملية الانتخابية برمتها؟ يعني إذا اعتبرنا هذا استفتاء مثل ما قلت في البداية، فهو الاستفتاء بإشارة واضحة أنه المشاركة الشعبية قليلة، يعني هو رفع الشرعية عن هذا النظام
في انتخابات مجالس المحافظات، وهي طبعا الانتخابات هذه لمجالس خدمية، يعني حكومات محلية خدمية. الإطار التنسيقي أراد أن يظهر ليس فقط للرأي العام العراقي والإقليمي والدولي، وإنما أن يقنع نفسه أن يتهيأ للانتخابات البرلمانية القادمة في العام المقبل من أنه هو قادر على إدارة ما يسمى دولة، مؤسسات دولة، أن يقنع نفسه وجمهوره بأنه هو أهل للبقاء، رغم أنه هم صرحوا في أكثر من مناسبة، يعني المالكي وغيره وهادي العامري قالوا فشلنا فشلا ذريعا وعلينا أن نتنحى، والمالكي قال أنا منهم، يعني أخرج من عملية السياسية في 2018. الفشل هذا الحقيقة والفساد المستشري المفروض هو يكون سبب وجيه مقنع أن يتحون، لكنه تشبثهم بالسلطة الحقيقة هو كان وراء أيضا انسحاب التيار الصدري، وراء أيضا المقاطعة الشعبية. يعني إحنا قلنا هذا استفتاء، لذلك يعني عدم منح الشرعية لهذا النظام الحقيقة، هذه قضية أصبحت الآن شعبية، قضية مشروعة، لأنه أي مشاركة معناها أنه أعطي الشرع أنا، وهذه ليست الحقيقة مقنعة، خصوصا شكراً. الشعب يعاني، ليس مسألة إنشائية. جزيلا لك، وصلت الفكرة، وعذرا للمقاطعة. كنت ضيفي عبر سكايب الأكاديمي والباحث السياسي الدكتور حامد الصراف، أشكرك جزيل الشكر، كما أشكر ضيفي عبر سكايب من السويد الباحث في الشؤون السياسية والأمنية العراقية فرات خورشيد، شكرا لكما.